هو عثمان عبد الغني عثمان أحد ضباط المدرعات وعضو النادي الأهلي وبطل مصر في رياضة ألعاب القوة ورياضي من الدرجة الأولى، خريج كلية التربية الرياضية ثم الكلية الحربية. احنا دخلنا على فترة الحروب يعني سنة 66 طالبة في الكلية الحربية، ودخلنا وحضرنا الحروب 67 ثم الاستنزاف و 73. أنا طبعا لي الفخر إن المؤسسة العسكرية كنت بها خلال هذه الفترات. أنا علشان بس ما فيش حاجة تفوتني هتكلم عن، أنا عامل شوية نقط عشان ما انساش. يعني النهاردة لما أتكلم عن الاستنزاف أو حرب الاستنزاف، احنا بنشوف في التلفزيون القوارب بيعبروا وبعدين بيطلعوا الساتر الترابي ثم يرفعوا العلم. كل ده كان عليه تدريب شاق جدا، زي ما شفنا شوية كده في فيلم الممر اللي عجب طبعا كل الناس، العبور. وإن حرب الاستنزاف لما العدو جه وفاكر نفسه إن هو هيستريح واحتل المكان وقعد فيه. احنا نرجع لأيام جمال عبد الناصر، لأن حرب الاستنزاف هي بدأت من هنا، وإنه إزاي إن الموضوع بتاع المدمرة إيلات، إزاي المجموعة، وشفنا لها فيلم هايل طلع في السينما، كان فيلم هايل جداً، إزاي بيتدربوا وإزاي دخلوا البلاد عشان يوصلوا لنقطة الانطلاق ويبدأوا في تنفيذ المهمة، وإزاي يتدربوا التدريب الكبير. الصواريخ سام 2 وسام 3 وسام 6 واللي احنا نعرفه، الصواريخ دي اللي توبت الطيران الإسرائيلي يجي ناحية القناة. ايه قصتها؟ قصتها ان احنا طبعا روسيا ادتنا الصواريخ بجهد من جمال عبد الناصر، وكان وقتها هو اللي صمم وبدأ في تسليح الجيش ومعه ضباط القوات المسلحة والكل. لكن جمال عبد الناصر كان ليه فضل كبير أوي في إحضار الصواريخ دي. لما جت تعالى بقى انقل، معروف الأقمار الصناعية ومعروف كل شيء، انقل الصواريخ دي المفككة طبعا وديها على القناة، عايزين نوصلها القناة بطول المواجهة بتاع قناة السويس. بدأنا نجيب العمال والبنايين، لأن في قواعد بتتبني لهذه الصواريخ لكي تنطلق. من أول ما جت العربيات تنقل، بدأ ضرب السكاي هوك والطيران الفانتوم من الاول، من القاهره، مداخل القاهره، طخ 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 طخ، يكسروا، لانهم عارفين ايه هي الصواريخ اللي احنا بننقلها وسلاح جديد. المهم ان العمليه دي اتكررت ليلا مش ليلا، هم عندهم الاجهزه التي تمكنهم من القتال الليلي. طيب ندي المهمه دي بقى للقوات المسلحه.
احنا بتوع القوات المسلحه واحنا بتوع نستشهد في اي وقت علشان خاطر ننفذ المهمه. انا كنت ضابط صغير في الوقت دوت يعني ملازم اول، وبعدين كلفت بالعساكري وفصلتي ان احنا نعمل قواعد للصواريخ. فانا وغيري وكل القطاع اللواء والفرقه والكلام ده كله، كنت فرقه الرابعه المدرعه، الفرقه القويه اللي هم عارفين بيعملوا لها الف حساب. المهم فكان نيجي نشتغل بالليل، طيب بص تلاقي الاضواء نازله من الطيران فوق منك علشان ينور لهم ويضربوا قنابل بقى اللي هي 5000 رطل والكلام اللي بيتقال ده الضخم جدا، تعمل حفره عميقه بيقول لك ثلاث ادوار، يعني انت لما تقيسها تحت يعني شوف الهزه اللي بتعملها والانفجار بيعمل ايه. فكان لابد ان احنا في تكتيك. طيب احنا بدأنا نعمل يعني قواعد وهمية غير حقيقية، وبدأنا نعمل القواعد الحقيقية. وكان التكنيك اللي ماشي ولا الخطة اني انا بعمل قاعدة هنا وعرفت اعملها وبسرعة والصواريخ اتحطت فيها. طيب انا عندي مسافه امان حوالي 35 كيلو بتاعت الصواريخ دي، في العالي وفي على الطيران الواطي. دي خلصت، الثانيه بتتبني، خلصت الثالثه بتتبني ستيب باي ستيب الى ان وصلت الى قناه السويس، وثم كل الشعب وكل الناس عرفوا ان الطيران الاسرائيلي يجي ناحيه القناه يتدمر، وخدوا تعليمات من القياده الاسرائيليه لا تقتربوا من قناه السويس. التدريب على العبور، الجزء اللي احنا بنشوفه دوت وبنعبر فيه ده نتيجة تدريب كبير. يعني احنا في الرياضة، انا راجل رياضي بتاع العاب قوة يعني وعضو النادي وبطل، عشان ادخل بطولة لازم اتدرب تدريب ان شاء الله بالليل في منافسة. القوات المسلحة هنا في كان تدريب على العبور، كنا بنروح النيل في برقاش، في النيل معروف برقاش دي فين، وكنا بنروح بحيرة قارون، وكنا بنتدرب على كيفية العبور بالمعدات. أنا مثلا كان عندي في الفصيلة في حاجة اسمها BTR-50، هي عبارة شكلها دبابة بس ملهاش مدفع زي الدبابة الكبيرة دي، ودي بتشيل الجنود. وعندي واحدة تانية، يعني أنا فصلتي مثلا 35 40 واحد في المركبتين، ونتدرب ننزل بيهم المية. ويعني كان سلاح الحقيقة عظيم جدا، ويمكن تشوفوا أنت لقطة صغيرة في السينما، لكن هو ده المفروض ياخد حقه، مش القارب بس، لا للجنود جوه المركبة وبتعبر بيك المية، بس التدريب على المية والحاجات دي في الخلف. لما كان يجي ست الوزير وقتها وزير الدفاع، كان فريق أول محمد فوزي الله يرحمه، ده أنا بكلمك على البداية، حفرنا أراضي مصر كلها لدرجة واقعية. أنا فصلتي جالنا إشارة
ينتظر أن يقوم العدو بضربة جوية في الصباح في الفجر، مش عارف كلام من ده، فيجب نحن نحفر حفر برميلية والكلام ده عشان دقيق. فالحقيقة أنا فصلتي حفرت لغاية لما جابت مية، أنا مش هزار، بقى في بير، كان والله في بير والمية طلعت واستخدمناه بعد كده في الشرب، لأن كانت الأرض مايلة وواطية. فلكن بوري لك الجندي، وبمناسبة الجندي أنا كان عندي جنود كلمة احتياط، يعني ده هو خلص تجنيده لكن استودعي وقعدنا 7-8 سنين. فكان واحد جزار، يا سعادة البي قولولنا امتى الحرب، عايزين نخلصه. بأنا يعني بقول باللغة بتاعته دي، الدكان مقفول والبتاع. فطبعا كانوا متشوقين إلى ساعة الصفر، شايفين إن دي حياتهم. أنا بدي لك الحتة دي عشان تبقى عارف كان الجندي هنا عايز يعمل إيه. عملية العبور بقى بعد التدريب عليها، كان الأول بدأت بأفراد ليلا يروحوا استطلاع يشوفوا فيه إيه ويرجعوا تاني، وكانت المهمة تنجح. ثم بعد كده بقى مجموعة 10-12 فرد من الصعقة، ناس على مستوى عالي من التدريب، يروحوا عند الدشمة اللي هي ليها الهدف اللي رايحين له، وكانوا يقبضوا على أسير ويجيبوه معاه، ودي كانت مهمة جدا. بس عبال ما يوصل يكون يعني واحد كل ودنه إزاي الروح القتالية والغل وكيفية الانتقام من الناس اللي جاية تاخد أرضنا. ستر الترابي مؤتمر موجود مع قائد الفرقة، وتناقش على الستر الترابي الكبير ده، اضرب قنابل ما فيش، ما تحت منه الدشمة اللي عاملينها دي فيها تكييف وبتاع، تحت الأرض وقاعدين شايفين ورصدين، واللي يقرب من القناة كانوا بيضربوا. فأثناء المؤتمر يعني هم جربوا قنابل وجربوا على حاجات كتير، الرمل اللي مغطي والعمق كان بيحميها، لغاية ما في مهندس مصري رفع ايده والحاجات دي أصيل لازم تذكر، وقال لي أنا عندي اقتراح. وكان اقتراح بيقول أنا مهندس مدني وكنت في المباني، ولما الخرطوم بيضرب والمية بتيجي في الرمل فبتنزل الرمل، يعني الرمل بينزل، احنا مشكلتنا احنا عشان كان في طابور الدبابات والمعدات بعد ما تعدي. فكيب زي كيبت سكرت فعلا، وبدأنا التجربة على الحكاية دي، وبدأت مصر أو القوات المسلحة تجيب المواتير من أوروبا، من ألمانيا بالتحديد. مواتير ايه دي عشان ايه؟ والله
علشان تنطفي الحرائق. عندنا بعض العمارات العالية ونطفي الحرائق. فأحضرنا هذه الخراطيم اللي هي ذوي قوة علشان توصل المية لبعيد. فالحتة دي نجحنا فيها واللي احنا شفناها في الحرب. نشيد بعبد العاطي صائد الدبابات، دي عليها قصة لوحدها ازاي بسلاح الار بي جي كان يضرب على الدبابة وازاي يدمر دبابة ثم ينتقل الى مكان تبادلي للضرب زي ما بيقولوا ابن الشرقية ده. وكان عساف ياجوري اللي هو القائد الاسرائيلي جايب الدبابات وما يقدرش يعرف ان في جندي مقاتل فلاح من ارض مصر يقدر يدمر الدبابه القتاليه الامريكيه الصنع اللي هي عندهم. دي شوية نبذات حبيت أقولها عن الحرب أكتوبر. وإني أنا يعني أطالب إني زي ما قال الرئيس إني نعمل أفلام وأفلام في قصص وحواديت كتير. أنا بس حبيت أقول شوية نقط علشان نعرف قصة الكفاح وراء كل نقطة من النقط دي. و في الآخر تحيا مصر.